أبو صالح من نجران، تفضل أخي أبو صالح. أكسر التلفزيون شوي أبو صالح تكفى. أيوة، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. يا شيخ، بس أبغى أسأل الشيخ. أنا والله دقيت واحد دهسته بالسيارة، بس ما هو متوفى في خط سريع بعد صلاة المغرب، وهو من الجنسية الهندوسية. والحمد لله دخل في العناية، والحمد لله بعدها تحول إلى، بعد ما تحول من العناية تحول إلى المسالك، والآن هو باقي ما يتكلم. فهل علي إثم ولا علي كذا، ولا هل أدعو؟ طيب. يعني ما عرفت علي إثم ولا إيش علي. واضح السؤال يا أبو. يا أخي، هذه مسألة قضائية يرجع فيها إلى تقرير المرور، ثم يرفع إلى المحكمة الشرعية وهي تنظر فيها وتخبرك عما يجب عليك.